ساعدنا الكيتون. الكيتون المجموعة الفعالة البي هي مجموعة أيضا الكربونيل. بالألفاتك 1720 إلى 1780. شوفوا صحيح هو أنه هذا نشوفه كله 1720 1700، بس كلها تظهر بالمدى ل 1700 تقريبا، ما عدا هسه نوصل لنا المركب أنه الكربونيل شوية عنده مختلف. تقريبا كلهن 1700، ألقى قمة بال 1700 واضحة، وعندي أكسجين بالصيغة الجزيئية، وعندي unsaturated حسب القانون مالتي، إذا هذا بمجموعة كربونيل. هسه نفس الشيء أنه إذا صار conjugation تقل، ده شوفون هسه الأروماتيك أيضا أقل، طبعا الأروماتيك من الألفاتيك لأن بيها conjugation وهي حلقة البنزين. ماشي، هسه راح نشوف المركب مالتنا ونشوف شلون نميز بين الألديهايد والكيتون. عندي هسه هذا المركب اللي بيه اكسجين، وقلنا اول اكسجين هذا نشوفه OH، لو لا راح نجي نشوف مجموعة OH ظاهرة، لا ما ظاهرة بال3300، اذا هذا ما بيه OH. اجي اشوف مجموعة الكربونيل بالالف وسبعمية ظاهرة، ارجي اشوف هي ظاهرت لي مجموعة بالالف وسبعمية، طبعا هي كربونيل فقط اللي راح تظهر مميزة بالالف وسبعمية، ظهرت عندي مجموعة الكربونيل. اذا هذا المركب بي شنو؟ بي مجموعة كربونيل. اجي عيد اشوفه ألديهايد او كيتون. ألديهايد او كيتون قلنا نفرق بي بشنو؟ بسي اتش الألديهايدية اللي تظهر بالألفين وسبعمية قمة وبالألفين وثمانمية قمة، وشفناها انه تجي 2800 و2700 2800 و2700. ماشي، اجي هنا أنا اشوف ظهرت لي 2800، ظهرت لي قمة اقل منها بال2700، ما ظاهرة، إذا هذا مو ألديهايد، إذا هذا شنو؟ كيتون. أجي أطلع الأنساتشوريتد مالتي، أقول 2+2 × 6 = 12 - 10 على شقد؟ على 2 يصير 14 - 10، 4 × 2 شقد بيها؟ 2، مو صحيح؟ إذا عندي آصرتين مزدوج. اجي اخلي 1 2 3 4 5 6 الكربونات، خلي كربونيل بالنص على مود هذا شنو؟ ألديهايد، واخلي هنا في حالة تعاقب CH3، وهنا CH، وهنا CH، وهنا CH2 بسي اتش 3. طبعا الكربونيل تريد تحطه هنا، تريد تحطه هنا، ماكو مشكلة. اوكي، بس هذا الكربونيل، وقلت لكم انه حتى نميز الكربونيل عن الألديهايد بسي اتش. شوفوا هنا السي اتش طالعت لي ألديهايدية، طالعت لي 2800 وطالعت لي اقل منها اللي هي 2700، بينما بالكيتون لا، ظهرت لي بس بال 2800، ما طالعت لي قمة بال 2700. هذا التميز، هذه القمم اللي تميز لي بين الألديهايد والكيتون، كلش مهم تميز لي بين الألديهايد والكيتون. ماشي، اثنيناتهم بهن مجموعة كربونيل واثنيناتهم ما بهن OH، لذلك لازم افرق بين الألديهايد والكيتون. ماشي، اوكي، هسه عندنا وراها الحوامض الكربوكسيلية. هسه نعرضه، عندنا الحامض الكربوكسيلي، سوري، حامض الكربوكسيلي. المجاميع الفعالة البي هي مجموعة الاو اتش اللي تظهر بال 3400 إلى 2400، تظهر هي اصلا حزمة عريضة مخربطة دائما مجموعة الاو اتش، هسه اراويكم اياها وتشوفون بحيث انتم مغمضين تعرفون هذا حامض كربوكسيلي.
مجموعة الكربونيل أيضا 1700 إلى 1730، قلت لكم أنه أغلب مجموعة الكربونيل تظهر لي بال 1700، لذلك من أشوف قمة بال 1700 لازم أعرف أنه هذه مجموعة كربونيل موجودة. أجي أطبق القانون مالتنا، ألقى unsaturated موجود، إذا هذا أكيد مجموعة كربونيل. هسا راح أجي للشارت، أول شيء أشوفه CHO أكسجينات 2، بما أنه أكسجينات 2 راح عندي الألديهايد لأن أكسجين واحدة، والكيتون أكسجين واحدة، فينول كحول إيثار، ذني كلهن شنو؟ أكسجين واحدة. هسا عندي أكسجينات 2، إذا أول شيء أقول هذا شنو هو؟ حامض كاربوكسيلي. لازم أدور على مجموعة كربونيل وأدور على مجموعة OH. إذا موجودة فهذا حامض كاربوكسيلي. أجي أشوف مجموعة الكربونيل 1700 موجودة؟ موجودة. مجموعة OH موجودة عريضة؟ موجودة. شوفوا OH الحامض الكربوكسيلي ما يظهر شكلها مثل OH العادية اللي إحنا كنا متعودين عليها، دائما تظهر مخربطة. من يشوفون OH مخربطة؟ زين، يعني عندك O أكسجينات 2 بالمركب وعندك وحدة كربونيل، الثانية OH لحامض كربوكسيلي، شوفوا شكله أبد يكون مو نظامي، مو مثل الحزم النظامية للOH اللي نشاهده. زين، ليش هنا راح يكون OH راح يكون في حالة overlap مع CH، ماشي؟ لذلك شوفوا غالبا ما يكون في حالة overlap ويامن مع CH، لذلك يظهر شكلها مخربط. من أشوف OH مخربطة هذه تابعة للحامض الكربوكسيلي. أجي هسة بس شوية أجي هسة أطلع أقول يابا 2 بلاس، إنه عندي أكسجينات 2 وعندي OH بالمركب، العفو بالشارت، وعندي كربونيل بالشارت. إذا أوكي، أجي أطبق القانون على مود أتأكد إنه راح تطلع لي مجموعة كربونيل. أجي أقول 2 × 4 = 8 على 2 ويساوي لي 2 × 4 = 8، طبعا 8 و 8 راح تروح، يبقى 2 على 2 ويساوي لي 1. اذا اكو صحيح مجموعة كربونيل. اجي ارتب المركب 1 2 3 4، CH3 CH2 CH2، العفو هاي 2 CH2 COOH، ماشي؟ أوكي. هسه عندي هذا المركب الثاني، ايش كم اكسجين هاي؟ اكسجينتين. اذا راح يروح بالي المن الى الحامض الكربوكسيلي، بما انه راح للحامض الكربوكسيلي اول شيء ادور على OH B، ثاني شيء ادور على مجموعة الكربونيل. OH كل احنا نعرف شكلها يكون مخربط بسبب الاوفرلاب مع ال CH. راح نجي الجين ال OH مالته، شوفوا شكلها شلونه. اجي اشوف اكو كربونيل بال 2700، اكو كربونيل بال 2700. اجي ايش راح اسوي هسه؟ اني راح اسوي القانون مالتي واطبقه على مود ااكد الحكي مالتي واشوف الصيغه مالته شنو اصلا. 2 + 2 × 7 = 14 - 6 على 2 ويساوي لي 2 × 16 - 6 على 2 راح يصير 10 على 2 ويساوي لي 5. بما انه 5 اروح اشوف هذا اروماتيك او لا. اجي سي ظهرت لي بال 1400 وبال 1600، ظهرت لي بال 1400 وال 1600، اذا هذا لحد الان احتمال اروماتيك. اجي اشوف اكو اوفرتون، عندي هذا الاوفرتون موجود، اذا اجي ارسم هاي 1 2 3 والغلق 4،
زين عندي اني 7 كربونات، اذا كربونيل او اتش، وما عندي غير هذا التركيب اللي اقدر اكتبه. هسه اذا نشوف 1 2 3 4 5 6 الهيدروجين صحيح، و7 الكربونات، و2 الاكسجين.